ازيك يا جماعه؟ النهارده في حلقه جديده هنا في السلسله اللي تقريبا خلاص هتبقى واحده من السلاسل المفضله عندي هنا على هوم سينما، وهي سلسله افلام كل فشارك وخد قرارك. قبل ما نبدا حلقتنا اتمنى ان تكونوا عاملين سبسكرايب للشانل بتاعتنا وتنسوش اللايك والشير للحلقه، ويلا بينا نبدا سلسله كل فشارك وخد قرارك. عندنا النهارده مراجعه فيلم ذا كرو. فيلم ذا كرو هو من كتابه، ده بقى من اكتر الحاجات اللي انا مستغربه جدا، ان فيلم ذا كرو من كتابه ثلاثة سكريبت رايترز، عندنا جيمس اوبار وزاك بيلين وويليام شنايدر، ومن اخراج روبرت ساندرز اللي كان اخرج قبل كده فيلم سنو وايت اند ذا هانتسمان، والفيلم من بطوله بيل سكارسجارد و اف كي اي تويجز. دور احداث الفيلم عندنا اريك اللي هو بطلنا او اللي هو ذا كرو نفسه، بدا تحصل له حاجات وهو صغير من التنمر وحاجات كتيره جدا، بعد ما هو اتحجز في حاجه كده شبه الريهاب، عشان ما اخدش برده في تفاصيل ديتيلز يبقى فيها حرق الاحداث، ابتدى يتعرف على واحدة اسمها شالي، وشالي دي نقدر نقول ان هي حب عمره. متفهمش ازاي حب عمره، انا معرفش يعني منين اتولد قصة الحب الفشيخة اللي ما بين اريك وشالي، تقريبا ده بقت حب عمره، معرفش ازاي بقت حب عمره، ده انا بالنسبة لنا ده حب عمره نسيته وفاتني، ما عدتش مع واحدة تموتني كما قال الشاعر حمو بيكا. بعد ما خرجوا من المكان اللي هو كانوا بيتعالجوا فيه ده، او بمعنى الاصح ان هم هربوا بيه من المكان، ابتدت فيه زي عصابة معينة، برضه عشان مش عايز اخش في ديتيلز قوي، في عصابه بتجري وراهم وبتمسكهم في الاخر وبتقتلهم، ده مش حرق الاحداث، ده كان موجود في التريلر. فاريك بيحاول ان هو يساكريفايس هيمسلف، او بمعنى الاصح ان هو عاوز يموت نفسه علشان يقدر انه يروح للعالم الاخر ويحاول ان هو يرجع يبقى تاني مع حبيبته. فيلم ذا كرو انا من نوعية الافلام اللي بصراحة يعني اقدر اقول عليها يعني ما تمنهاش لألد اعدائي. فيلم ذا كرو انا بالنسبة لي واحد من اسخف الافلام اللي حرفيا اتفرجت عليها السنة دي بكل تأكيد، وبصراحة يعني اللي عمل التريلر بتاع الفيلم ده بصراحة يستاهل الجائزة، لان بصراحة التريلر بتاع الفيلم كان حلو ومعمول حلو. تيجي بقى يا باشا تتفرج على الفيلم، الفيلم زي الزفت، الفيلم زي الزفت من كل حاجة، ما بين اخراج وما بين قصة وما فيش بلوت اصلا، والتمثيل بصراحة يعني ما فيش، هو ممكن شوية 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 بمعنى الكلمة، هو ممكن بيل سكارسجارد يعني برضو بحاول الراجل ده اديله كريدت على قد ما يقدر ان هو برضو بنى الفيزيك بتاعه علشان خاطر الرول، بس هو برضو كان الفيزيك بتاعه كان كويس جدا في بوي كيلز وورلد، على الرغم ان في ناس كتيره جدا على فكره ما حبتش الفيلم اللي قبليه اللي هو بوي كيلز وورلد اللي فيه مراجعه برضو ليه هنا على هوم سينما. انا عن نفسي اي انجويد بويز كيلز وورلد، بس بصراحه الفيلم برضو ما كانش احسن حاجه، بس انا شايف من وجهه نظري ان بيل سكارسجارد ابتدى يحط نفسه في نوعيه افلام انا ما اعرفش هو بصراحه ليه بيعمل كده، او الايجنسي اللي هو شغال معاها ليه بيروح لنوعيه الافلام القميئه دي، خصوصا ان هو كان واحد من سنه من سنين كان واحد من اكتر الناس اللي بمعنى الاصح ايراداته كسرت الدنيا، عندنا في ات وات شابتر 2 ابتدى يختار افلام انا صراحه انا معرفش هو ليه بيعمل كده في نفسه. انا بالنسبه لي بيل سكارسجارد لو فضل مكمل على كده هيكون يعني واحد من اكتر الممثلين اللي حرفيا دفنوا نفسهم بنفسهم. يعني اصلا فيلم ذا كرو ده يعني اوريدي هو فيلم كان معمول في التسعينات، وبعد كده اتعمل له الريميك اللي هو بتاع السنه دي بتاع 2024. الفيلم بتاع التسعينات بصراحة لو رجعتوا اتفرجتوا عليه لوقتها كان حلو، والفيلم اللي كان عامله هو براندون لي اللي هو كان ابن بروس لي قبل ما يتقتل، بصراحة الفيلم ساعتها كان حلو، بس برضو مش هقدر اقولك ان فيلم ذا كرو ده فيلم جامد فشخ، يعني هو فيلم حلو مش وحش لوقتها، هو اتعمل منه بعد كده اجزاء تانية بس طبعا كان ممثل تاني غير براندون لي، بس بصراحة فشلوا، بس الفيلم كان وقتها كان حلو كان شغال، يعني ما كانش الواو بس كان حلو لوقتها في التسعينات. فكرة ان انت تاخده وتعمله ريميك تاني في 2024 وتطلعه بهذا السوق ده شيء غريب فشخ كده. حتة كمان الشخصية اللي معاه اللي هي اف كي تويجز دي، البنت اللي بيحبها اللي هربوا من المصحة ومش عارف ايه، وحب اصلا وحب قذر، يعني انا شايف ان هي علاقة غرامية قذرة، يعني في مشهد من المشاهد
يعني في مشهد من المشاهد اقسم بالله يعني انا وقفت كده وببص حته كانوا هربانين وبيجروا وبيروحوا ويعملوا وينطوا في الميه ويعملوا مش عارف. اول لما وصلوا قالت له يا حبيبي انا مش عارف تقريبا قال لها بقول لك ايه يا حبيبتي انا اخش استحمى. قالت له لا انا عايزاك كده اللي هو انا عايزاك معفن كده. ايه يا جماعه السكريبت ده؟ مين اللي كاتب السكريبت ده؟ وجايبين واحدة اصلا ملهاش في التمثيل بربع جنيه. وغير كده كمان انا معرفش ايه الدافع القوي ان انت تخليك تعمل كل ده. يعني حتى كمان انا كسبكتيتر او واحد من المشاهدين اللي اتفرجت على الفيلم انا ما خدتش حتة الموضوع ان دي علاقة غرامية اللي فعلا I sacrifice myself عشانها، ان انا اقتل نفسي ومش عارف ايه وبتاع علشانها. انا انت ما بنتليش اي حاجة، ده انت يا دوبك شفتها كام يوم وبعد كده and that's it. يعني حتى ما عطتش البنى الكفاية اللي فعلا تخليني لا يعني دي فعلا ممكن واحد وفعلا بجد واحده ممكن اضحي علشانها. عكس مثلا الفيلم بتاع التسعينات ده جابولك ده، لكن هنا مفيش. وبعد كده كان المفروض فيه ان هو في مشهد اكشن بقى جامد فشخ وبتاع وطلقات وضرب وبتاع، اللي هو المشهد اللي كان في الاخر. يعني كان في مشهد من المشاهد برضه عشان مش عايز احرق، ده برضه كان موجود في التريلر اللي هو بتاع الاوركسترا اللي هو الضرب وبتاع ومش عارف ايه والكلام ده كله. ومع وقت الضرب كان في الموسيقار بيعمل ده، المشهد ده كان كرنج فشخ وشفناه 1500 مره في افلام اكشن. يعني انا مش فاهم ايه الفكره ان انت بتعيد لي نفس المواضيع دي. احنا والمصحف احنا في 2024 ليه بتعملوا كده؟ غير اصلا السي جي اي اللي معمول وصباح الفل يعني، وحاجه بصراحه في قمه الضحك. لا وفوق ده كله مفروض ان هو الفيلم ده هيقول لك لو الفيلم بقى نجح احنا هنعمل له جزء تاني. جزء تاني مين يابا؟ ده الفيلم ده فشل. الفيلم ده فشل يا جماعه. الفيلم ده اصلا ما جابش 30 مليون ولا 40 مليون على بعض اصلا. الفيلم فشل فشل ذريع. ولا وتقريبا خلاص تقريبا الشهر الجاي او الشهر اللي احنا فيه ده بيقول لك هينزل على منصه من المنصات. فيلم ما اتشافش اصلا. تقييمي ليه فيلم ذا كرو هو 2/10. بس ما عنديش اي حاجه اقولها عن فيلم ذا كرو. اتمنى الحلقه تكون عجبتكم ان شاء الله. اشوفكم تاني قريب. ما تنسوش تعمل سبسكرايب ولايك وشير لو الحلقه عجبتكم. تنسوش برضه تعمل سبسكرايب للشانل التاني اسمها هومالون وتيك توك، هسيب لكم اللينكس في الديسكربشن. وروحوا بينتوا تعملوا فولو لايك على فيسبوك تيك توك وانستغرام برضه هسيب لكم اللينكس في الديسكربشن. وباي باي.